لا نطيل عليكم، استعينوا بالله وأنتم مأجورون من الله سبحانه. في وقت غفل الناس فيه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الله عليكم بالهداية، ومن الله عليكم بالاتجاه إلى كتابه وسنة رسوله، فاحمدوا الله على هذه النعمة الطيبة المباركة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هنيئا لكم بالنور والكتاب المبين، فإن الله قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. اعملوا بكتاب الله واحفظوه وتدبروه ولكم الأجر من الله، تحاكموا إليه ولن تخيبوا أبدا ما دمتم معتصمين بالله ومع كتابه، لن يتركم الله أعمالكم. أسأل الله أن يجازيكم الجزاء الأوفى وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يشفع فينا وفيكم كتابه، اللهم أمين. إلى الاختبار وفقنا الله وإياكم، ولن يوفيكم حقكم إلا الله، لن يوفيكم حقكم إلا الله، فاستعينوا بالله ولن تضيعوا ولن تخيبوا هذا. وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والاختبار القادم إن شاء الله كما هو معهود في شهر رجب، وستختارون بمادتها وكما قد اخترتم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.